Radio NFM 91.2. مفهوم ماهوش مفهوم. البنك المركزي ينشر نهار الاثنين تقرير حول التطورات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط لشهر فيفري 2017، واللي عدل فيه من توقعاته نسبة النمو لعام 2017 من 2.2% ل 2.3%. وبنى البنك المركزي توقعاته على أساس النمو اللي بشعفه القطاع الفلاحي فضل العوامل المناخية. في نفس السياق التقرير هذية أبرز أهمية تحسن الوضع الأمني وتقلص حالات الاحتقان الاجتماعي في تعزيز مساهمة القطاعات في دفع عجلة النمو. مفهومنا المش مفهوم اليوم مفهوم النمو الاقتصادي، واللي هو مفهوم شائع في عالم الاقتصاد ويعتبر من أكثر المواضيع اللي تهم الحكومات اللي تهتم بتطوير الحالة الاقتصادية والرفاهية بشكل عام. النمو الاقتصادي هو الزيادة في كمية السلع والخدمات اللي ينتجها اقتصاد معين في فترة زمنية معينة. النمو الاقتصادي هو عملية تغيير هادفة وشاملة لكل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وما نجم نقوله أنه نسبة النمو الاقتصادي في ارتفاع إلا إذا تحقق شرط الاستمرار. هذا مفهومنا المش مفهوم لليوم، وإن شاء الله المش مفهوم يولي مفهوم. مفهوم ماهوش مفهوم.